السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة موسوعة وصفات طبيعية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة لعلاج مشكل تساقط الشعر. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. فكما نعلم أن مشكل تساقط الشعر هو من المشاكل العديد من المشاكل التي تعاني منها السيدة، وخصوصا في فترة الحمل وبعد الولادة كذلك، وفي فترة الرضاعة كذلك، وأيضا من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر وهي عدم تغذية فروة الشعر بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل سريع جدا، وأيضا استخدام المواد الكيماوية التي تضر بفروة الشعر وبالتالي تساقط الشعر بشكل مقلق. فهذه الوصفة تعد من الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة إن شاء الله لعلاج مشكل تساقط الشعر بشكل نهائي. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات هذه الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج مشكل تساقط الشعر. لدينا المكون الأول وهو الطماطم، فالطماطم لها العديد من الفوائد للبشرة وكذلك للشعر، ومن بين أهم فوائد الطماطم للشعر فهي تعمل على تقوية الشعر وكذلك تزيد من لمعانه. فإذا كنت تعانين من مشكل بهتان الشعر فيمكنك أيضا استعمال هذه الوصفة للتخلص من هذا المشكل إن شاء الله. وأيضا من بين فوائد الطماطم للشعر فهي تعالج مشكل تساقط الشعر وتحد من مشكل قشرة الشعر، وكذلك تعمل على ترطيب بصيلات الشعر فهي مفيدة للشعر الخشن، وأيضا تعمل على علاج مشكل جفاف الشعر، وأيضا تعمل على تنعيم الشعر بشكل جيد جدا. أما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو النشا، فالنشا هو أيضا النشا أو نشا الذرة أو المايزينا، فهو أيضا له عدة فوائد للشعر، فهو يساعد على نمو بصيلات الشعر بشكل طبيعي، مما يساعدك على الحد من مشكل تساقط الشعر بشكل جيد جدا. وأيضا النشا مفيد جدا لعلاج مشكل فراغات الشعر وكذلك مشكل الصلع الغير وراثي، وذلك لأنه له فعالية عالية في الحد من تساقط الشعر، ويعمل على تنعيم الشعر والزيادة في طوله بشكل سريع جدا وفي مدة قصيرة جدا. وأيضا النشا أو المايزينا تعمل على القضاء على قشرة الشعر. بعد التعرف على مكونات الوصفة وخصائصها في علاج مشكل تساقط الشعر، نمر الآن بحول الله إلى طريقة تحضير هذه الوصفة ثم طريقة استعمالها. طريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو بشر الطماطم. ستحتاجين إلى طماطم واحدة، ويمكنك استخدام حبتين من الطماطم وذلك حسب طول وكثافة الشعر، وتقومين ببشر هذه الحبة أي الطماطم في مبشرة، ثم تقومين بتصفية الخليط أو يمكنك وضعها في الخلاط الكهربائي وطحن الطماطم جيدا وتصفيته للحصول على عصير الطماطم. بعد الحصول على عصير الطماطم تقومين بإضافة كل حبة من الطماطم، أي إذا قمت باستخدام حبة واحدة من الطماطم في هذه الوصفة فيمكنك استعمال وصفة ملعقة صغيرة من النشا أو المايزينا أو دقيق الذرة في هذه الوصفة. وإذا قمت باستعمال حبتين من الطماطم تقومين بإضافة ملعقتين صغيرتين من نشا الذرة لعصير الطماطم.
تقومين بخلط هذه المكونات جيدا إلى أن تتجانس وتحصلين على خليط متجانس، ثم تقومين بمشط شعرك جيدا، وذلك لتحفيز بصيلات الشعر وفروة الشعر على امتصاص جميع المكونات التي تحتوي عليها، كل من عصير الطماطم وكذلك دقيق الذرة لعلاج مشكل تساقط الشعر إن شاء الله. تقومين كما قلت بمشط شعرك مدة تتراوح ما بين من 3 إلى 5 دقائق، ثم تقومين بتوزيع هذا الخليط، خليط الوصفة المكون من عصير الطماطم ودقيق الذرة أو دقيق أو النشا أو المايزينا، تقومين بتوزيعه على شعرك بالكامل مع الحرص على وضع الوصفة على فروة الشعر وليس على الشعر. فبعد وضعها على فروة الشعر تقومين بوضعها على أطراف الشعر كذلك إذا كنت تعانين من تقصف الشعر، ويمكنك إضافة القليل من زيت الزيتون أو العسل لهذه الوصفة، وذلك لكي تقومي تغذية فروة الشعر بالفيتامينات والمعادن، توفير المزيد من الفيتامينات والمعادن لعلاج مشكل تساقط الشعر والحد من تساقطه من الاستعمال الأول لهذه الوصفة. فكما قلت تقومين بتوزيع هذه الوصفة على فروة الشعر بالكامل، ثم تقومين بتغطية شعرك بفوطة ساخنة وذلك بغمسها أو وضعها في الماء الساخن، ثم تقومين بعصرها أو تنشيفها جيدا، ثم تقومين بوضعها على شعرك بالكامل وتتركين الوصفة على شعرك لمدة تتراوح ما بين من ساعة إلى ساعة ونصف، وذلك لكي تساعدي فروة الشعر على امتصاص وتغلغل جميع المكونات المفيدة التي تحتوي عليها، كل من عصير الطماطم وكذلك دقيق الذرة أو المايزينا لتحفيز فروة الشعر على النمو بشكل طبيعي والحد من تساقط الشعر. أما فيما يخص مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمالها مرة واحدة في الأسبوع، وإذا أردت الحصول على نتائج سريعة جدا يمكنك استعمال هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر بالكامل، وبعد مرور أسبوعين من استعمال هذه الوصفة ستلاحظين أن النتائج جد جيدة وجد مبهرة فيما يخص تساقط الشعر، وأيضا هذه الوصفة ستساعدك على التخلص من قشرة الشعر إذا كنت تعانين من مشكل قشرة الشعر، وأيضا ستعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الخشن، فإذا كنت تعانين من الشعر الخشن وكذلك المتجعد يمكنك أيضا استعمال هذه الوصفة، فهي جد مفيدة وفعالة لعلاج مشكل الشعر المتجعد والخشن. ويمكن أيضا للرجال استعمال هذه الوصفة للحد من مشكل تساقط الشعر والحد من مشكل الصلع الغير وراثي، فهي أيضا فالطماطم على وجه الخصوص تساعد على نمو بصيلات الشعر وخصوصا في مناطق فراغات الشعر والصلع الغير وراثي كذلك، ويمكن للرجال استعمالها مرتين في الأسبوع للتخلص نهائيا من مشكل فراغات الشعر والصلع الغير وراثي. وأيضا هذه الوصفة مفيدة أيضا بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين من مشكل اللون الباهت للشعر، فهي تعطي اللمعان والحيوية للشعر، وذلك لأن الطماطم والنشا الذرة تعمل على تغذية فروة الشعر وتغذيتها ومنحها الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لتغذية فروة الشعر وإعطاء الليونة واللمعان والنضارة للشعر كذلك.
كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب معين حول وصفة معينة يمكنك أيضا وضعه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة، ومشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب. وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.